موقع جولد اتش مضمون سريع في التسليم ورخيص. رابط الموقع وكود الخصم في الديسكريبشن. سقطت الطائرة، مات جميع أفراد الفريق. قرر المنافس التنازل عن البطولة. الفريق الآخر، عفوا، كرة القدم ليست مجرد لعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد أو أمريكا، أتمنى الجميع يكون بأحسن حال. شعب كوينسي البرازيلي فريق تردد اسمه 3 أيام اللي راحت في وسائل التواصل الاجتماعي وبرضه في القنوات الإعلامية بعد خبر وفاة عدد كبير من الفريق على متن طائرة كولومبية. قصة كفاح تبدأ من 2009 يوم ما كان في الدرجة الرابعة هذا النادي. 3 سنوات كانت كفيلة بأنه يوصل للدرجة الثالثة 2012، برضه 3 سنوات كانت كفيلة بأنه يوصل دور الكبار ضمن الأندية الكبيرة في البرازيل. 2016 نهائي كوبا سودا أمريكانا كان حلم بالنسبة لنادي شابي كوينسي البرازيلي. هذا الحادث ينضم لأبرز حوادث الطائرات لأندية كرة القدم، ابتداء بنادي مانشستر يونايتد كان 1958، بعدها كان نادي بختكور الأوزبكي 1979، منتخب زامبيا 1993، نادي شابي كوينسي البرازيلي 2016. شابي كوينسي البرازيلي بعد تأهل من نصف النهائي احتفل بطريقته الخاصة داخل غرفة اللاعبين. توجه الكولومبيا للقاء أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، للأسف كانت فاجعة وما قدر نادي شابي كوينسي البرازيلي انه يجيب اول لقب تاريخي لهذا النادي. نفس المكان اللي كانوا يحتفلون فيه عدد كبير من نادي شابي كوينسي البرازيلي تلقى 3 الخبر المؤسف هذا. من ضمن لاعبين نادي شابي كوينسي البرازيلي لاعب رزق بمولود، قرر أصحابه انه يقدموا له هدية قبل السفر بيوم. خليكم مع هذا الفيديو المؤثر. خليكم مع صور بعض اللاعبين اللي مثلوا دورينا الدوري السعودي ولعبوا في نادي شابي كوينسي البرازيلي. November 30, 2016 كانت نهاية حلم لهذا النادي بعد قصة كفاح دامت 7 سنوات كي يحقق أول لقب تاريخي لهذا النادي. أخيرا وليس آخرا، من أبرز اللاعبين والأندية اللي قدمت يد العون لهذا النادي، كريستيانو رونالدو تبرع ب3 مليون لهذا النادي وأسر المتوفين أيضا. برضو نادي بنفيكا البرتغالي قرر أنه يتخلى عن بعض اللاعبين لتدعيم صفوف نادي شابي كوينسي البرازيلي. وأكيد في ناس راح تشوف الفيديو هذا وتقول يا خالد في أطفال يموتون في سوريا فلسطين، الله يرحمه ويغفر لهم، لكن التعاطف فطرة إنسانية ما له علاقة بالدين. إلى هنا وصلنا لهذا المقطع، لا تقصرون معنا باللايك واشترك في القناة إذا ما كنت مشترك. حساباتي برضو راح تلقونها تحت في الوصف. كان معكم خالد أو ميركل، في أمان الله.